أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرة، بل سننتهي منها إن شاء الله قبل الشهر الحالي مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا لبناء صناعة حقيقية للسيارات تعود بالنفع على كل الأطراف، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطني من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى. فهذه المرة إن شاء الله نحن في الطريق الصحيح، وكبرلمان لكم كل أحقية في الاطلاع على الملف عن قرب إن شاء الله قبل نهاية الشهر الجاري. طبعا هناك إجراءات يجب أن نتخذها من حيث يعني سرية الملف والإجراءات، فهناك عدة يعني متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية، ولكن كل حسب شروطه، وشرطنا الوحيد والأوحد هو التمكين لصناعة المركبات في الجزائر بكل أسسها وكل شروطها وكل مدخلاتها، حتى نتمكن من إرساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق، وليس ذلك على الله بعزيز.